بعد مرور شهرين من العمل المتواصل، تمكن مجلس الرقة المدني بالتعاون مع التحالف الدولي من ترميم مركز سيف الدولة الطبي بمدينة الرقة ومده بالمواد الأولية والتجهيزات الطبية اللازمة بهدف تقديم المساعدة والعون لأهالي المدينة. كما انطلقت الفرق الطبية الجوالة في اليوم الأول من بدء العمل في مستوصف سيف الدولة لتقديم خدماتها للمواطنين. تم ترميمه من قبل مجلس الرقة المدني، والذي كان المركز مدمر بشكل كامل وإعادة تأهيله، وكما تفعيله من أجل اللقاحات الشلل والحصبة والشلل الفموي.